هو واحد من كبار الاستشاريين ورؤساء التنفيذيين الخبراء في مجال الموارد البشرية والتخطيط وإعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. في الأصل خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة، لكن بعدها حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال. صمم ونفذ أكثر من 60 عملية إعادة هيكلة شاملة في شركات مصرية وعربية وإقليمية. شارك في تصميم المشروع القومي الخاص بتأهيل الشباب للقيادة. خالد حبيب حالة خاصة واستثنائية جداً من الموهبة، موهبة معجونة بالرغبة الشديدة في التأثير والسرعة الشديدة والتنقل المحسوب بخطوات سريعة ومؤثرة. هو خالد حبيب، اسمه علامته التجارية. دكتور خالد حبيب، حبيب الملايين يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك. مشهور عنك ثلاث حاجات، وانا النهارده بعد ما اشكرك على دعوتك لينا يعني نورني عايز اقول لك انت مشهور عنك ثلاث حاجات. اول حاجه السرعه، الانجاز، وعدم التنازل عن مبادئ كتير ساعات بتغيب عن الناس بسبب السرعه. تسمح لي ان احكي في كل طبعا نتكلم في كل حاجه. احنا عايزين نطلع قماش. أيوة، انا عايز اطلع قماش. انت راجل بتحب تطلع قماش. بالظبط. عمرك حسيت انه السرعه بتاعتك او احساسك انك عايز تخلص حاجات كتير في نفس الوقت خليتك تعمل حاجات بكفاءه اقل او لخبطتك او اثرت عليك؟ عمري دايما باجي على نفسي، بس لازم اطلع القماش. وحطيت قاعده كده ان انا لازم اكمل عمل لغايه اخره. اوكي. مهما اتعورت يمين ولا شمال هعمله صح. اتعلمت دايما اقول للناس حاجه اسمها ديسكليمر كده، اقول له انا على فكره هسلمها لك مش كامله النهارده، بس هظبطها وبكره تبقى كامله، بعد بكره تبقى احسن، وهكذا.